ويبقى التعليم والتعلم والقراءة واحدة من ضروريات الحياة للعيش الإنساني الكريم وللتطور في الحياة المجتمعية والحياة العلمية. وبالتأكيد دائما بنجد مجموعة من هذه المساحات من خلال صباح السبت. ونحيي الزميلة إيمان كابلو ومجموعة من التقارير دائما فيما يخص الجانب الثقافي. وفي ثقافتنا المجتمعية دائما نهتم بالطب الشعبي والعلاج الدوائي وأشكال مختلفة للتطبيب بالأعشاب، ولكن دائما القدر لهذه الأعشاب المستخدمة لعلاج مختلف المشكلات لا بد أن تكون هنالك جوانب لمختصين في هذا الجانب. ومن خلال صباح السبت نحتفي بالأبحاث المختلفة التي يمكن أن تيسر الحياة وأن تعالج مختلف المشكلات، فسعداء اليوم أن تكون معنا واحدة من الطالبات التي حصلت على امتياز في درجة الماجستير في واحد من البحوث المهمة في التطبيب بالنباتات من قسم النباتات بكلية العلوم جامعة السودان. سعداء أن تكون معنا هيفاء عباس عوض. مرحبا بك وصباح الخير. وعليكم السلام، صباح النور، وأشكركم جدا على الاستضافة. نحن سعيدين بحضورك وسعيدين أنه يعني مجموعة من الشباب السودانيين بنحتفي بهم داخل الوطن وخارج الوطن بأبحاث مختلفة. فخلينا بداية نتكلم عن البحث، هو جوانب مختلفة لأنواع من النباتات يمكن أن تكون عندها معالجات إذا كان على إطار الالتهابات البكتيرية أو الفطرية أو غيرها. فخلينا نتكلم عن بحثك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا الطب الشعبي أو الطب البديل عنده تاريخ عريق، يعني تاريخ منذ القدم، منذ كان الإنسان إنسان بدوي أو أولي. يعني كان بالفطرة بيستخدم نباتات من قبل ما يكون مريض، بيقوم شنو بيستخدم النباتات عشان يتعالج بيها. الحاجة دي بما إنه كان تاريخ قديم، لكن لحد أسه مع تطور العالم والتكنولوجيا الحاصلة، لكن بنلقى إنه لسه الطب الشعبي لسه عنده دور، يعني دور وما انتهى. فعشان كده الطب الشعبي يعني عنده إمكانيات كثيرة، يعني في خصوص العلاج بالتداوي بالأمراض أو الطب البديل. طبعا النبات الطبي أو النبات العطري هو النبات اللي بيحتوي لنا على مواد كيميائية فعالة بتقلل المرض أو تقلل من الإصابة بالمرض. فعشان كده أنا اخترت أربع نباتات من عائلة مهمة جدا اسمها العائلة البقولية، منها نبات السنمكة. أغلب الناس إلى حد ما بيكونوا بيكون معروف إلى حد ما، أيوة منتشر يعني في كل أريا كده بنلقى ما شاء الله السنمكة قايمة. فالنباتات الطبية الأربعة اللي أنا اشتغلت عليها عندها تراديشنال يوز كثيرة جدا أو عندها استخدامات تقليدية بيستخدموها الناس في العلاجات. السنمكة، وفي نبات السنسنة، وفي كمان نوعين ثاني بينتموا لجنس ثاني، الأكاسيا. أيوة، اللي هي أكاسيا. أيوة. طيب، أنت اشتغلتي بهذه النباتات في الجانب الوقائي أو ولا في الجانب العلاجي؟ يلا في الجانب العلاجي. جاء منهم عملت عليها تجارب كثيرة، عرفت إنه عندها مضادات ميكروبات، اللي هي الميكروبات ذاتها يا إما تكون فانجاي اللي هي فطريات أو تكون بكتيريا. فالنتائج كانت رهيبة شديد في الفطريات، يعني أدتني أنتي فانجل أو أدتني نتائج للمضادات الفطريات بصورة كبيرة. ممكن دي ميزة البحث، يعني أيوة دي ميزة البحث. بيتكلموا عن إنها هي مضاد بكتيري. أيوة، مضاد بكتيري. ففهم إنه تكون هي مضاد الفطريات. أيوة شوية. أيوة، الناس دائما بتركز على البكتيريا أكثر من الفطريات. صح. فالنتائج أدتني مضاد. طبعا ده ما بيمنع إنه أصلا السنمكة أو نباتات اللي اشتغلت عليها ما بيمنع أصلا إنه عندها مضادات بكتيريا، لكن إحنا عندنا في الريسيرش في البحث العلمي بتحصل حاجات أو ظروف بتأدي لتغير النتيجة من نتيجة سلبية لنتيجة إيجابية. فده ما بيمنع زي ما قلت لك إنه يكون هي أصلا فيها مضادات بكتيريا، لكن شنو، أنا النتائج جاتني، أنا بحكم على النتيجة أو على الرزلت جاتني. لكن في بيبرز او في اوراق علميه منشوره اوريدي او سابقا، السنمكه والسنسنه والنباتات اللي اشتغلت عليها فيها مضادات بكتيريا، فيها مضادات بكتيريا ومضادات فطريات، وكمان فيها مضادات من البحوث. يعني خلينا نشير لانه مجموعه من البحوث الموجوده في مركز ابحاث النباتات الطبيه والعطريه او مجموعه من المراكز الموجوده هي سجينه المكتبات وغيرها، لكن هي بيبقى الفهم في تنفيذها واقعا. في التنفيذ. فده المهم. ايوه. فخلينا برضه نتكلم في جانب الفطريات زي ما ذكرتي. أيوة. هي انت عملتي تجارب مختلفه. أيوة. وعرفتي انها بتعالج الفطريات في العموم، ولا انت يعني اشتغلتي على امراض معينه؟ يلا انا اشتغلت على نوعين من الفطريات، كانديدا البيكانس واسبرغلس نيجرس، ادتني عليهم نتيجه. خلينا مباشره نقول هم اللي بيسببوا شنو؟ ايوه يلا، بيسببوا دائما في حاجه الحساسيات الفطريه.
في حساسيات فطرية، في التهابات فطرية، دي أكثر حاجات بسببوها الفطرين اللي أنا ذكرتهم. وطيب النتائج للتجريب الآن المرحلة، يعني قدرت تعرف حتى الكميات المناسبة للعلاج وغيرها؟ أيوة، يعني يلا أيوة يلا بعد كده هي أدتني نتيجة، يعني ما إن هي بتعالج الفطريات بصورة مثلا 50% أو 70%، لا كانت الرزلت كويسة شديد. بعد كده بيجي دور ناس الصيدلة بيقوموا بيستلموا مننا الشغل عشان شنو، على حسب النتائج اللي هي بتجي بيقوموا بعد كده بيشوفوا التركيب المناسب للدواء الممكن شنو يعالج الفطريات. طيب أنت قد قدمت بالبحث ده، في حصلت على امتياز في الماجستير؟ أيوة. فيه، لكن البحث استيل موجود يعني، او حتى الان هو موجود معك؟ أيوة. ما في طريق لانفاذه صحيح؟ يعني خلينا نتكلم في الجانب ده، انت مضيتي في بحثك ده في انه تملكيه شركات او غيرها في انها هي تنفذه، ولا نحن خلينا من خلال صباح الشروق اليوم نقول انه هو ده البحث موجود مع هيفاء والقادر على انه ينفذ البحث يتقدم في تنفيذه؟ يعني والله طبعا انا اتمنى انه ما يكون سجين زي ما قلت، يكون سجين عندي ان شاء الله، يعني يتطور لاكثر من كده وما يكون سجين، يعني الحاجات الجاد ان شاء الله اقدر استفيد منه، يعني ما يكون شغل وتعب ساي، ان شاء الله كمان اقدر يعني نعمل به حاجه ثانيه ان شاء الله. خاصه انه نحن دائما عندنا مشكلات في التطبيب يعني. ايوه التطبيب، وعندنا مشكلات في الصناعات الدوائيه، مش أيوة. على اطار أيوة. انه الوطنيه يعني لكن في انه صحيح. الصناعات الدوائيه دائما فيها يعني حتى على اطار السعر وغيره. أيوة. ممكن الجانب النباتي يكون اقل أيوة. سعر. ايوه ايوه يعني. اقل سعر، برضه نطرق على الجانب. ايوه ايوه صحيح كلامك. ايوه فان شاء الله طبعا انا من هنا بحيي دور جامعه السودان في انها هي دائما باذله قصارى جهدها في الابحاث العلميه، وان شاء الله يعني بمرور السنين ان شاء الله يعني اي بحث بتاع ماجستير ان شاء الله ما يكون سجين، يعني زي ما انت قلتي ان شاء الله كلنا نقدر نستفيد من الابحاث اللي عندنا كلنا ان شاء الله. طيب نحن برضو يعني عشان ما نتكلم عن جهود مختلفه في اخراج هذا البحث، بالتاكيد انت عملت البحث في مراكز مختلفه وهي مراكز معتمده. أيوة. كان عندك مشرفين معينين. أيوة. وغيره، خلينا برضو نتكلم عن في دائرة البحث دي المراكز المختلفة اشتغلت فيها البحث، عشان أيوة. كمان اللي بيشاهدنا اليوم وهو قادر على تنفيذ أيوة. البحث عمليا يكون عارف انه هو بحث موثوق وخارج من المراكز أيوة. البحثية الفلانية. ايوه صحيح، اشتغلت اغلب التجارب بتاعتي في مركز لاب ريسيرش في جامعة الخرطوم كلية العلوم، ومن هنا بحيي دكتورة جيهان عمر، هي المسؤولة من اللاب، ما قصرت معي كثير. وبرضو في جزء من الشغل بتاعي اشتغلت في مركز ابحاث النباتات الطبية والعطرية في شارع المكنمير، برضو يعني ما قصروا معي، برضو بحييهم من هنا كلهم. مجموعة من الأبحاث. أيوة فيهم أكيد. مجموعة من الأبحاث ومركز كبير هو، يعني برضو من هنا بحيي كل الزملاء الموجودين فيهم. وفي إطار الإشراف بالتأكيد كمان الإشراف كان عندك. أيوة كانت المشرفة تحتي بحيها من هنا تحية كبيرة بروف سكينة محمد ياجي من جامعة الخرطوم، برضو بحيها كثير وقفت معي وما قصرت، وبحيي بروف هاطل برضو ما قصر معي، بروف محمد المبارك كلية العلوم قسم الكيمياء برضو ما قصر معي من هنا، يعني دول ساعدوني في الابحاث كثير يعني. بنحييهم جميعا، ونحن محتاجين الاضاءه دي، لانه نحن دائما يعني الامراض الفطريه أيوة. هي بتبغى مشكلات موجوده معانا في الحياه، لكن الضوء عليها قد يكون أيوة. اقل أيوة. لانه صحيح. حتى في اطار الابحاث زي ما ذكرتي نحن يعني نلجا لانه نكون في جانب الابحاث البكتيريه أيوة. اكثر أيوة. فخلينا برضو نتكلم يعني كجانب ارشاد بانه رساله صباحيه بانه نحن محتاجين انه نخرج من الشكل التقليدي للبحوث. الانسان العايز يبحث ما دائما يكون ارتكازه على ابحاث سابقه أيوة. انه هو يمضي فيها يشوف المحتاجين ليه وشنو اكثر أيوة. كده ايوه صح. طبعا هو الطب الشعبي يعني عنده دوز، يعني ما خلاص هو طب شعبي وحاجه متوفره في يدي انا اقوم شنو استخدامه استخدام سيء او استخدام على حسب ما انا اجي في، يعني على حسب هو عنده دوز معينه. النباتات الطبيه والعطريه اذا استخدمناها بدوز اكثر من الجرعه المقصوده خلاص بتبقى تنقلب ضد الشخص طوالي. ايوه عشان كده هسه عشان كده بنلقى انه في شركات كثيره اتبنت الطب البديل، يعني بقى شنو الطب الشعبي او الطب البديل تحت مظله بعض الشركات، يعني كده ده بكون امن للمواطن، بيقدر التشخيص للمرض بيكون سليم، الجرعه بتكون سليمه، يعني كده الزول بيكون ماشي في امن، يعني بيكون ماشي في امان. والعالم كله اتجه للاشياء الهيربال أيوة او أيوة الهيربال يعني الاشياء أيوة العشبيه اكثر، فنحن بنتمنى يعني دائما تكون هي حاضره. اذا في معانا الان من يشاهد قادر على تنفيذ أيوة البحث صح. هو موجود وين؟ نعم يعني يتصل بك مباشره، يصلك كيف؟ يصل البحث كيف؟ في جامعه السودان كليه العلوم قسم علم النبات.
احنا بنتمنى لك كل التوفيق. شكرا لحضورك صباحا هيفاء عباس عوض. وكان حديث اليوم عن بحث مختلف، يمكن بعض الشيء سعداء انه يعني يكون في شباب عندهم اشكال مختلفه للبحوث، وبنتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا لك وشكرا للاستضافه، ومن هنا بحيي استاذ دكتور عماد من كليه العلوم قسم الرياضيات، واستاذ عبد السلام العلاقات العامه، لهم دور كبير في انه انا حاليا اكون معاكم، ما قصروا معي شديد. نحييهم جميعا، تسلموا كثير، وشكرا للاستضافه وللقناه العريقه. لي الشرف انه اكون كنت معاكم. نحن اللي شرفنا بك الليله صباحا. شكرا جزيلا.